بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والثلاثون. أنت تقرأين كثيرا يا فاطمة. أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. تقرأين جملة فعلية خبر مرفوع وعلامات رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أو تقرأين جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير قراءة كثيرا. يا حرف نداء فاطمة منادى. اقرأي كتابك يا بنتي. اقرأي فعل أمر مبني على الكسر لاتصاله بياء المخاطبة وياء المخاطبة في محل رفع فاعل. كتاب مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء بنتي منادى مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الرجل الكريم يكون محبوبا والرجل البخيل يكون ممقوتا. الرجل مبتدأ الكريم نعت يكون فعل مضارع ناقص خبر واسمه ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع وهو أعد على المبتدأ محبوبا خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. القاعدة اسم كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثانية ويسمى خبرها نحو كان المطر غزيرا. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح. المطر اسمها مرفوعا غزيرا خبرها منصوب. وحرف عطف الرجل البخيل يكون ممقوتا معطوف على الرجل الكريم يكون محبوبا. الرجل مبتدأ البخيل نعت يكون فعل مضارع ناقص خبر واسمه ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع وهو أعد على المبتدأ ممقوتا خبر يكون منصوب. التلميذ المؤدب لا يلبس لباسه أبدا ويكون دائما نظيفا. التلميذ مبتدأ المؤدب نعت لا يلوث جملة فعلية خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو أعد على المبتدأ لباس مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. أبدا ظرف زمان بالفعل لا يلوث. وحرف عطف يكون فعل مضارع ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع دائما ظرف زمان بيكون أو ظرف زمان بالصفة المشبهة أي بنظيف. نظيفا خبر يكون منصوب. كن دائما نظيفا ولا تكن أبدا وسخا. كن فعل أمر ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع دائما ظرف زمان بكن أو بنظيفا. نظيفا خبر كن منصوب. وحرف عطف لا تكن لا ناهية. تكن فعل مضارع ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره أنت في محل رفع أبدا ظرف زمان بتكن أو بالصفة المشبهة أي بوسخين. وسخا خبر تكون منصوب. هل تكتبين مكتوبا إلى أبيك؟ نعم أكتب بعد ساعة. هل حرف استفهام تكتبين فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت أو فاعله الياء. مكتوبا مفعول به إلى حرف جد أبي اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل تكتبين. أبي مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. نعم حرف جواب أكتب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. بعد ساعة شبه جملة متعلق بالفعل أكتب.
هل تذهبين معي إلى الجنينة يا سعيدة؟ لا لا أذهب، أنا مشغولة جدا. هل حرف استفهام تذهبين فعل مضارع والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل مع ظرف مكان مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل تذهبين. إلى الجنينة جار ومجرور متعلق بالفعل تذهبين. يا حرف نداء سعيدة منادى. لا حرف جواب. لا أذهب جملة فعلية وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. أنا ضمير منفصل مبتدأ مشغولة خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. كراستي نظيفة وأما كراستك فوسخة. كراستي مبتدأ وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير كراسة لي نظيفة خبر وحرف عطف. أما حرف شرط مبني على السكون. كراستك مبتدأ مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. فوسخة الفاء حرف واقع في جواب الشرط. وسخة خبر المبتدأ. والنحاة يقدرون المعنى على أنه مهما يكن من شيء فكراستك وسخة. والجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط. هات المصباح يا فريدة. خذي يا أمي. هات اسم فعل أمر وياء المخاطبة فاعل. المصباح مفعول به. يا حرف نداء فريدة منادى. خذي فعل أمر وياء المخاطبة فاعل. يا حرف نداء أمي منادى. أمي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. اشربي شايك. اشربي فعل وفاعل. شاي مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. منديل نظيف. منديل منعوت نظيف نعت فقط. أو منديل خبر ومبتداؤه محذوف. التقدير هذا منديل نظيف. هات الفرشة أمسح لباسي. هات فعل وفاعل. الفرشة مفعول به. أمسح جواب الشرط. التقدير هات الفرشة إن تأتي أو إن تعطي أمسح لباسي. أمسح فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. لباسي مفعول به مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير لباسا لي. أنت تجتهدين كثيرا يا فهيمة. أنت ضمير منفصل مبتدأ. تجتهدين جملة فعلية خبر. والياء ضمير متصل فاعل. كثيرا نائب مفعول مطلق. التقدير اجتهادا كثيرا. يا حرف نداء فهيمة منادى. حجرة نظيفة. حجرة منعوت نظيفة نعت. حجرتك وسخة. حجرة مبتدأ مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. وسخة خبر. فاطمة تلميذة مؤدبة جدا. لا توسخ لباسها أبدا وتكون دائما نظيفا. فاطمة مبتدأ تلميذة خبر أول. مؤدبة نعت جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. لا توسخ جملة فعلية خبر ثان. أو تلميذة منعوت مؤدبة نعت أول. لا توسخ جملة فعلية نعت ثان. لباس مفعول به مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. أبدا ظرف زمان بلا توسخ. وحرف عطف تكون فعل مضارع ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع دائما ظرف زمان بتكون أو بنظيفا. نظيفا خبر تكون منصوب. والله أعلم بالصواب.